بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. لو حضرتك مشجع اصيل لمانشستر سيتي، فاول حاجه بنبداها كل فيديو واحنا بنتكلم على سيتي هي تحاسبنا على بيب جوارديولا ان احنا بنلعب الموسم ده من غير فيرود ومن غير سترايكر، وبسم الله ما شاء الله قاعدين نلعب عرضيات من الشمال لليمين ومحدش عارف احنا بنلعب لمين، يعني شويه من هنا وشويه من هنا ومش عارف مين اللي ممكن يصطاد الكوره. جندوجان خلاص الراجل عظمه كبرت، يعني يخش شويه وبعد كده هتلاقيه تاه، فبنلعب عرضيات لمين؟ طب احنا عايزين نفهم. اما لو انت مشجع لرياض محرز فعايز اقول لك ان رياض ما لعبش النهارده، بس ان شاء الله باذن الله فوت علينا يوم الثلاث رياض هيكون موجود في الملعب اساسي قدام ليدز يونايتد، علشان خاطر احنا بقى بوكسنج دي كل سنه وانت طيب هنلعب سبت وثلاث. فبيب جوارديولا اديني شويه روتيشن بقى من عندك يا باشا، بس الروتيشن بتاعنا لا يشمل الاسطوره الحيه جاك جريليش. يعني جاك جريليش بسم الله ما شاء الله اللي هو لعب معانا كل حاجه في الشق الهجومي، لعب هاف شمال، لعب هاف يمين شويه، دلوقتي بقى موجود فرود من ساعه ما رجع من الاصابه، والحمد لله رب العالمين، مش معلم في اي حاجه، مش معلم في اي حاجه بجد، وجنبه جابرييل جيسوس ورحيم ستيرلينج. وعايز اقول لك عزيزي، انا كنت بكره رحيم ستيرلينج ولسه بكره رحيم ستيرلينج، بس الامانه بتاعت ربنا دونالد داك عمل احلى ماتش لمين سنتين، بصراحه رحيم ستيرلينج عمل ماتش جميل جدا جدا جدا، وراه كان بيلعب مفترض صنع العاب برناردو سيلفا، لان وقفه اللعيبه جوه الملعب تقول ان هي 4 2 3 1 مش 4 3 3، لان كنت بتشوف ان رودري وجندوجان مؤخرين شويه، وكنا بنشوف ان زيلتشينكو بيعمل واجبات الهجوميه اللي هو بارع فيها بعكس الواجبات الدفاعيه اللي هو ضايع فيها، والناحيه الثانيه جو كانسيلو محمد ابو تريكه 2022 الراجل اللي مقرر ان هو كل بص العب بالخارجي، انا ما بلعبش غير بالخارجي، انا جاي هنا العب بالخارجي بس، اللي هو يا معلم احنا بنلعب 45 دقيقه الشوط الاول زانقين ولفرهامبتون ومش عارفين نجيب جون، زانقين وولفرهامبتون وما عندناش حد بيشوط، اللي هو فيرجن الابديت بتاع التحديث اللي هو تشوط لما تتزنق ده مش موجود عند، حتى جابرييل اللي كان بيشوط بطل يشوط علشان خاطر نقعد نقول يا الله يرحم ايامك يا اجويرو، والله الله يرحم ايامك يا اجويرو، والله سبتنا مع رحيم ستيرلينج وجابرييل جيسوس هم اللي خلصوا لنا الماتشات. الموضوع كان صعب، كان صعب جدا كمان، لحد ما راؤول خيمينيز عمل فاول مع رودري، رودري لعب الفاول، خيمينيز مد رجله، خد الانذار الثاني اتطرد، بس يا معلم، وولفرهامبتون اللي كان بيدافع الشوط الاول، الشوط الثاني خلاص بقى لا ادامه تراوري ولا راؤول خيمينيز ولا حتى زيادات من الاسطوره نيلسون سميدو، لا لا مفيش الكلام ده يا باشا، هنقعد ندافع بقى، كان في اشتراك كده رحيم ستيرلينج دخل على رومان سايس كان اشتراك غبي، هو رحيم ستيرلينج اساسا حتى هو كويس برضه سيبه يعك براحته. مانشستر سيتي الشوط الثاني بقى جو مشترك حرفيا، احنا بنلعب كده 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 جاي 90 دقيقة نلعب جو مشترك، احنا جايين بس بنلعب ناحية جوزي سيا، بس احنا مش جايين نشوف ايدرسون ولا جايين نشوف خط الدفاع بتاعنا اللي هو مش عارفين، قاعدين نلعب في عرضيات كده شمال يمين يمين شمال لحد ما واحدة جندوجان لعبها وطلعها كورنر كودي منها على خط المرمى، خلاص هنبدا بقى نجيب لحد ما بنلاقي ان مانشستر سيتي خد ضربه جزاء، برناردو سيلفا بيرفع بتيجي في جواو موتينيو، هي تاني جت في احتباطه خبطت وردت في ايد، مالناش دعوه يا موهي، الحكم حسبها ضربه جزاء، بيخش الاسطوره لحيم كاكا يشجل الهدف الاول عشان خاطر يلا بقى رجاله نجيب الثاني والثالث بقى، معلش ما عندناش برضه حد يجيب جوان، يعني كيفن دي بروين نزل، وكيفن دي بروين لما نزل خلاص بقى افتكرت الثنائيه العار بتاع كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينج، وهنفضل نباص لبعض بقى في نص الملعب، وفي الفودن كان نازل قبليهم وبسم الله ما شاء الله، يعني قاعدين نروح بس ما بنسجلش، اللي هو هنسجل امتى بقى؟ ان شاء الله باذن الله في يوم من الايام هنسجل، بس هنسجل امتى بقى في نفس اليوم اللي هيجي ده؟ والله قاعدين قاعدين يا باشا لحد ما ربنا ما يكرمنا ويبقى حد في الفرقه عارف يجيب جول غير رياض محرز اللي احنا قاعدين النهارده عشان نلعب بيه ماتش ليدز اللي جاي، يبقى خير على الله التسهيل، يعني معاك هداف الفرقه بره يا ابن المفتريه، بس عادي يا معلم ان شاء الله باذن الله هيشارك في الماتش بتاع ليدز يونايتد. والله الواحد تعب، الواحد تعب والله، المشكله مش كده، المشكله ان اللحظات الاخيره السيتي كان ليه ضربه جزاء اوضح من اللي اتحسبت ومع ذلك ما اتحسبتش، والمصيبه كمان ان احنا كنا هنلبس جون، بس الحمد لله ايدرسون قال لك انا لسه حارس مرمى، يعني انسى حوار الليبرو ده، انا لسه بصد، اللي هو الحمد لله رب العالمين، والله عملت لنا ثلاث نقاط يا ابن الحلال عشان نبقى مستمرين اسبوعين على التوالي متصدر، لا تكلمني بس كلمني عادي لان احنا متعودين على حوار التصدر ده. اما لو انت من الناس اللي بتفكر برضه ليه رياض ما لعبش وليه بيبقى عنصري، فبراحتك يا معلم الكلام معاك مش هيجيب نتيجه، فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش عادي يا معلم، كانك مريت من هنا اتفرجت على جابرييل جيسوس وقاعد يضيع في كور ما بتضيعش. شكرا ليك للمشاهده.